مع متحف الوطني للمجاهد بالمدرسة الوطنية للإدارة نظم ندوة تاريخية إحياء للذكرى 57 لعيد الاستقلال تحت إشراف أساتذة والشخصيات التاريخية وكذا السياسية الذين أثروا النقاش حول مبادئ الأمة والظروف التي ساعدت في افتكاك الاستقلال الذي جاء بفضل تضحيات الجزائريين ومقاومتهم. كما كانت المحاضرة فرصة لطلبة المدرسة الوطنية لفتح النقاش وإزالة بعض الغموض حول أهم المنعجات التاريخية. ميكروفون كان لسامية مازوني. تبعنا مسار هذه الندوة ولاحظنا مدى تشبع الشباب والطلبة بتاريخ الجزائر، واليوم احنا نغتنم هذا الفرصة باش نتوجه بتحيتنا لكل جزائريين والجزائريات حيثما وجدوا داخل الوطن وخارجه بكل فئات المجتمع على تضحية الجسام التي قدمت من أجل استرجاع السيادة الوطنية. واليوم نجم نعتز ونفتخر بأن شبابنا اللي في بعض الأحيان ينعت وكأنه لا يهتم بالتاريخ، فهذا غير صحيح. منذ 3 سنوات تقريبا كل سنة ومع على مشارف الاحتفال بذكرى استقلال نذكر الطلبة بما بذله أبناء نوفمبر وكيف حرروا هذا البلد، ونذكرهم بحقائق تاريخية عن جرائم فرنسا، ونعرفهم أيضا بالإمكانيات القوية والإرادة التي كان يتمتع بها أبناء نوفمبر الذين استطاعوا أن يحرروا البلاد. مارست عمليات إبادة في حق الجزائر، من حق أبناء هذه البلاد أنهم يعرفوا هذا المسار النضالي وهذه الممارسات، وفي ذلك التحصين لهم لا سيما وأنهم سيكونون إطارات الغد، لا بد من أنهم يكونوا على دراية بتاريخ الجزائر، قد يكون أحد دبلوماسي، قد يكون واحد اشتغل خارج كذا، قد يكون يتعامل في الإدارة الجزائرية.